أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تدهور الوضع الإنساني في البلاد وانعكاساته على حياة المواطنين. قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن أكثر من 8 ملايين يمني لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وإن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين. إلى ذلك قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن نحو 14,000 امرأة حامل في محافظة الحديدة معرضات لحدوث مضاعفات إذا لم يحصلن على الأدوية والرعاية المنقذة للحياة بسبب الحرب الدائرة في محافظة الحديدة. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أسباب وانعكاسات تدهور الوضع الإنساني في البلاد على حياة المواطنين، ودور الحكومة والتحالف العربي في الحد من تدهور الوضع الإنساني. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمتابعة اللقاء مع ضيوفنا الكرام. أن يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من الجوع الشديد في اليمن يعني أن هناك أناسا يأكلون وجبة واحدة يوميا، وغالبية أولئك الناس يأكلون مرة كل يومين، بل أن الكثيرين يأكلون مرتين أسبوعيا حسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. أرقام لبشر يعانون من كارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم ومن بين الأسوأ في العصر الحديث. فلا دولة في العالم يعتمد 75% من سكانها على المساعدات الإنسانية كما يحدث في اليمن، ما يجعل 8.5 مليون يمني في الوقت الحالي غير قادرين على معرفة من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة. تقديرات الأمم المتحدة التي رصدت هذه الأرقام المخيفة للوضع الإنساني هي ذاتها ما زالت تحذر من تفاقمها خاصة في الحديدة وفيما يتعلق بالوضع الصحي تحديداً، حيث قالت المسؤولة الدولية إن المحافظة على بعد ضربة جوية واحدة فقط من تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى وبشكل لا يمكن إيقافه. المحافظة ومنذ شهدت البلاد أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العصر الحديث كانت هي إحدى بؤر الوباء، إلا أن ما يخيف حالياً هو الزيادة الهائلة في عدد المصابين بالمرض خلال الأسبوع الماضي. تفشي لمرض قاتل كالكوليرا في محافظة لحق بأنظمة المياه والصرف الصحي السيء فيها دمار هائل يعني أن ما ينتظر المحافظة وسكانها أكبر مما يمكن مكافحته، وله من الآثار الكارثية والمؤلمة التي لن يسهل احتواؤها خاصة على فئة الأطفال الذين ومنذ بدء القتال كان 25% منهم مصابين بسوء التغذية، ما يعني أنه وفي حال أصيب أحدهم بالوباء لن يتمكن جسده من مقاومة المرض، أي أنه قد لا ينجو. إذن هو سباق بين المرض وجهود مكافحته وكفاح آلاف البشر من أجل البقاء على قيد الحياة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن الباحث في حقوق الإنسان الأستاذ براء شيبان. أستاذ براء، إذن حوالي أكثر من 8 ملايين يمني لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين كما تقول منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، مخاوف من تفشي وباء الكوليرا. هل نحن أمام استمرار للتدهور الوضع الإنساني أم أن هناك بعض المعالجات التي وجدت وحدت من هذا التدهور؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الواقع أن الأزمة الإنسانية بطبيعة الحال بسبب استمرار هذه المعارك واستمرار الحرب بطبيعة الحال أنها سوف تستمر. الإشكالية الأساسية بالنسبة لي أن القضية اليمنية تحول فقط إلى قضية إنسانية، بينما الجانب الإنساني هو نتيجة أصلا للمشكلة الأساسية. ما دام أن أسباب الحرب مستمرة وما دام أنه هناك وضع منفلت في كل المحافظات اليمنية، الطبيعي أن الأزمة الإنسانية سوف تستمر. ولذلك أنا أعتقد أنه أحد الإشكاليات التي قامت بها الأمم المتحدة أنها منذ بداية الصراع حصرت دورها في تقديم الحلول الإنسانية،
والحلول الإنسانية بطبيعتها هي حلول مؤقتة لا توفر حلول لازمة، ومن فترة إلى أخرى تخرج التقارير فقط تركز على الجانب الإنساني، حتى يعني في تصور الكثير من المنظمات والهيئات الأممية أنه إذا تم فقط الضغط من الجانب الإنساني سوف يؤدي ذلك إلى حلحلة الجانب السياسي. والقراءة هذه أنا أعتقد بحد ذاتها ساهمت بشكل كبير في استمرار الإشكالية اليمنية واستمرار الحرب إلى هذه اللحظة، وجعلت كثير من الأطراف تعتقد أنه بإمكانها أن تبتز أطراف فقط باستخدام الورقة الإنسانية. وهذا يبدو أنه لم يحل الإشكال في كلا الجانبين سواء إنسانيا أو سياسيا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. أرحب بمن ينضم إلينا الآن، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في اليمن أستاذ جمال بلفقيه. أستاذ جمال، يعني في سياق دور اللجنة العليا للإغاثة، ما هو الدور الذي لعبته هذه اللجنة في التخفيف من الوضع الإنساني؟ الأرقام كلها تتحدث عن وضع سيء، عن تفاقم هذا الوضع. أنتم تقدمون معالجات أم فقط مسكنات إن صح التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. طبعا بالنسبة للجنة العليا للإغاثة باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وتعليمات مباشرة من رئيس اللجنة العليا للإغاثة، نحن في خلال بداية الحرب الظالمة للسكان الحوثيين نقوم نحن بالتهيئة. طبعا دور اللجنة العليا للإغاثة بشكل عام هو التنسيق وفتح القنوات للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية والإقليمية لإيصال المساعدات اللي مستحقيها في كل منطقة في الجمهورية. الإشكالية الكبيرة اللي تحصل عندنا في المناطق اللي تحتها الحوثي أن بضعة الأمم المتحدة لحد اليوم لم تقوم بالعمل الكافي، فهم يقوموا بجهود لكن ليس بالجهود الحقيقية التي نتطلع إليها لإيصال المساعدات إلى كثير من المناطق. والسبب في ذلك عندنا نجد 5 محافظات تحت سيطرة الحوثي تعاني من المجاعة. طبعا بالنسبة للتنسيق في الفترة الأخيرة خاصة في بداية ما تم في محافظة الحديدة، نحن كلجنة عليا للإغاثة نستغنى سواء كان عن المنظمات الدولية العاملة داخل عدن، البرنامج هذا العالمي الذي وعد بإيصال حوالي 70,000 طن من مناطق الساحل الغربي بشكل عام وتغطيته لهذه المناطق، لكن للأسف الشديد أن لم تصل هذه الإغاثات للمناطق التي نحن نتطلع إليها بسبب إفطار الميليشيات الحوثي للمواطنين وعدم السماح لهم حتى للتحرك إلى المناطق التي تحت المحررة لكي نحن نقوم بواجبنا من توفير لهم الغذاء والدواء، والذي نحن عملنا نصبنا وحاولنا عن طريق بعض المنظمات سواء كان الهلال الاحمر الاماراتي او الان مركز سلمان او بعض المنظمات المحليه لنصب خيام في عده اماكن، ونحن قمنا بزيارتها في منطقه الخوخه، ونحن حاولنا ارسال المياه الى مناطق اللي هي تحت في بعض المناطق المحاصره مثل التحيتة وحيث التي نحاول نوصل اليهم المياه التي تم القطع من خلال الحوثيين لتدمير المياه في المناطق هذه، ووجود القناصين الذي حتى قريبا حوالي اكثر من 6 اشخاص لقوا حتفهم من مسح الميدان لبعض المنظمات المحليه بسبب عدم السماح لهم بدخول المياه لهذه المناطق. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ جمال. أعود إليك أستاذ البراء، برأيك هل الجهود الإغاثية التي تجري في اليمن سواء من اللجنة العليا للإغاثة أو من بقية المنظمات العاملة هي كافية أو ستقدم معالجات طويلة الأمد؟ هي أولا لا توجد جهود إنسانية أو إغاثية تكون طويلة الأمد، طبيعتها هي مؤقتة وحلولها ترقيعية، لكن أنا أقول أنه حتى الجهد الذي يبذل سواء من اللجنة العليا للإغاثة أو من الأمم المتحدة لا زالت حلول يعتريها الكثير من القصور. مثلا على سبيل المثال نحن الآن على أعتاب معركة الحديدة، أين الخطة الإنسانية التي قدمت بها اللجنة العليا للإغاثة أو الهيئات الإغاثية الأممية؟ لا يوجد. أين مثلا اقتراح الممرات الآمنة؟ تقريبا لا يوجد. أين سيذهب النازحين؟ لا أحد يعلم. هذا كله قصور كبير، وبعدين ننتظر حتى تقع الكارثة وبعدين نتساءل أين الحلول، لماذا ليس هناك حلول، وأين المنظمات، وندخل في نفس الدوامة من جديد.
طيب، في السياق الذي يمكن الحديث على أن المنظمات الإنسانية قادرة على العمل فيه، إلى أي مدى يمكن التعويل على المنظمات الإنسانية في إيقاف تدهور الوضع الإنساني؟ دائما المسؤولية بطبيعة الحال هي أولا تقع على الحكومة اليمنية والتحالف، كونهم هم من معلنين أن هناك عملية عسكرية قادمة. بعد ذلك تأتي دور المنظمات الأممية، لكن مشكلة المنظمات الأممية أنه من فترة إلى أخرى، وحتى عندما نقترب من وقوع كارثة إنسانية مثل ما هو متوقع في مدينة الحديدة، ليس هناك أي حلول. يعني هناك فقط محاولة للضغط حتى تتوقف، أو الضغط فقط على الأطراف المتحاربة، ولكن ليس هناك حلول فعلا تخدم المواطنين. وأنا أعتقد هذه أحد المشاكل الرئيسية التي تعتري العمل الإغاثي والإنساني داخل اليمن. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ البراء. بالعودة إليك أستاذ جمال، هل أنتم كلجنة عليا للإغاثة تواجهون مشاكل حقيقية في الوصول إلى المستهدفين من قبل أي طرف كان؟ طبعا أول حاجة نحاول أن احنا نوصل لكل المستفيدين في جميع أنحاء الجمهورية، لكن نحن نتكلم عن أول نتحدث أن الإغاثة أو المبالغ التي تصل إلى جميع المنظمات الدولية، الحكومة اليمنية لا تصل لها أي مبالغ وأي ريال واحد من أجل إيصال أي شيء. نحن لجنة عليا للإغاثة نعمل جهود للتنسيق، وقامت الرئيس والحكومة اليمنية تحشد الجهود من أجل خطة الاستجابة اللي مرت 2018 اللي طلب 3 مليار دولار، الذي اعتمد من جميع من الشركات 2 مليار و100 مليون دولار، سلمت الآن للمنظمات الدولية مليار و54 مليون دولار. ونحن نسأل المنظمات الدولية، المبالغ اللي سلمت لماذا لم يقوموا بمهامهم بإيصال المساعدات للمناطق، بالرغم احنا قبل ما في ابريل 2018 قبل بدايه الحرب في الحديده نحن قدمنا لهم عباره عن خطه طوارئ للساحل الغربي بشكل كامل، لم ينفذ بالشكل المطلوب، كذلك لوصول المياه. نحن نطلب من الامم المتحده اولا، ونحن دائما نتكلم عن هذا المجال، ان يفتحوا قنوات امنه للوصول للمنظمات المحليه او حتى المنظمات الدوليه للوصول للمحاصرين في مدينه الحديده التي يعانون من تعسف الميليشيات لعدم السماح لهم، ويستخدمون منازلهم ويخدمون كمتارس، وكذلك لتوظيفهم بالحاله الانسانيه انهم يعانون معاناه شديده، وهم الذين ينبعون عنهم الغذاء والماء، لكذلك لإيصالهم وكذلك لإجبارهم لترك وأخذ أطفالهم وزوجهم في الحروب. طبعا نحن نتمنى من الأمم المتحدة ومنسقة العالم منسقة الأمم المتحدة في المنسقة الإنسانية في الأمم المتحدة أن تقوم بدورها وأن تكون دائما عملها، ويكون حايد أن وجودهم في منطقة الحوثيين وكذلك تحت سيطرة الحوثيين أعمالهم بما تريد الحوثيين وإصدار التقارير بما تريد الحوثيين، وهذه نحن كذلك نحن نعيد عدم وصول المنطقة الإنسانية للأمم المتحدة التي وصلت إلى صنعاء لحد اليوم في المناطق المحررة وتعرف ما هو دورها وما هو يعمل عملها. نحن نتمنى من المنظمات الدولية أنها تنقل مكاتبها لمحافظة مبنى عدن، لكي نحن نعطيهم ما تريدون، ما نرسل لهم خطه الدخول. ونحن في اللجنه العليا للإغاثة في خطه السياسه 2018 وزير الاداره المحليه الاستاذ عبد الرقيب فتح اعلن بان لا تكون لا مركزيه للإغاثة، ونحن احدد 5 مناطق ومراكز إغاثية لايصال الإغاثات الى جميع انحاء الجمهوريه غير ميناء الحديده، وهو 22 مطرق اللي هو مفتوح لحد الان سواء كان جوي او بحري لايصال الغاثات الى جميع انحاء الجمهوريه. ونحن على استعداد عن طريق منظمات شركائنا المحليين ان نوصل الغاثه الى اي منطقه في اليمن، سواء تحت سيطره الحوثي او تحت سيطره الشرعيه، لكن كل اي نازح يوصل للمناطق الشرعيه نحن مكفلين بايصال المساعدات اليهم.
الامارات العربيه المتحده المتمثله بجناح الانساني رصدت 35,000 سله غذاء، وبدات حوالي 10,000 الى 15,000 سله غذاء في المناطق المحرره الموجوده، وتحاول الدخول الى المناطق تحت السيطره المحاصره. وتم ارسال 13 طن قبل حوالي اسبوعين ثلاثه اسابيع وبانزال جوي لايصال الغاز الى المناطق التي تحت سيطرتهم. ونحن نحن نتمنى من المنظمات الدوليه ان فعلا تفتح القنوات لايصال المساعدات لهؤلاء المحاصرين. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ جمال مرة أخرى. أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض دكتور محمد حسن، مستشار مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية. أهلا بك أستاذ محمد. دكتور محمد، إذا ليزا جراندي تقول أن أكثر من 8 ملايين يمني لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، كيف يكون التعقيب برأيك وأنت مستشار مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية؟ معكم أيوة معكم أسمعكم دكتور محمد. دكتور محمد، إذا يبدو انقطع الاتصال مع الدكتور محمد حسن مستشار مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية. بالعودة إليك أستاذ البراء، هناك من يتحدث على أن، وأنت ربما تطرقت إلى هذه النقطة، إلى أن الضغط على الوضع الإنساني الهدف منه حلحلة الوضع السياسي، لكن هناك من يطرح أيضا أن هناك نوع من الاستفادة والابتزاز الذي يحصل أيضا حتى للحكومة وأيضا للتحالف في هذا الملف. هل يمكن من وجهة نظرك أن يكون هذا حقيقة، أو إلى أي مدى هذا حقيقي؟ أستاذ البراء، أستاذ البراء، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ البراء شيبان. ليس لنا إلا العودة إلى الأستاذ جمال بلفقي. أستاذ جمال، إذن بالحديث عن وصول أو الطرق التي تحاولون فيها إيصال الإغاثة إلى المناطق في اليمن، هل يعني تيسرت هذه الأمور بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، وتتعاون الجهات الأممية معكم فيما يتعلق بتعزيز هذه تعزيز جهود الإغاثية بالنسبة للجنة العليا للإغاثة وتسويق المشكلة اليمنية في الخارج؟ طبعا نحن باللجنة العليا للإغاثة نقوم جهود كبيرة مع المنظمات الدولية لإخراج أي إغاثة توصل عن طريق ميناء عدن، ومن عدن طبعا بخلاف مشكل برنامج الغذاء العالمي الذي حول جميع الاغاثات لمحافظه عدن، ونحن من خلالها نفسح الطريق ونعمل لهم الطرق الامنه للوصول الى المناطق التي هم يحتاجوها. لكن 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 نحن عندما نتحدث عن ان 80% من العمل الانساني يوصل الى المناطق التي تحت سيطره الحوثي لايصال الاغاثات للمناطق التي تحت سيطرتهم. لكن نحن عندما تصدر البيانات نستغرب بان البيانات يعني حقيقيه ولا تتكلم عن الحقيقه، ان ولا تتكلم ما هو سبب الحرب وما هو سبب الحاله الانسانيه التي توصل اليها وصلت اليها اليمن لهذه اللحظه. انقلاب الحوثيين على الشرعيه وتعنتهم وعدم الخضوع للسلام وعدم الخضوع لقرارات مجلس الامن، وكذلك هذه واصدار القرارات وجود الامم المتحده داخل صنعاء وعدم وجودها لهنا وعدم زياره المنسق الانساني لحد الان الى محافظه عدن، هذا دليل واضح انهم هم مسيطرين على مقدرات الامم المتحده في المناطق التي تحت سيطرتهم. لكن في المحافظات المحرره نحن نحاول نفتح جميع القنوات لهم لايصال المساعدات، وفعلا توصل المساعدات عن طريق البر، سواء كان عن طريق البر لمحافظه سعد او عن طريق البر لمحافظه او عن طريق بعض الاغاثات توصل عن طريق محافظه مارب اللي توصل بعده مناطق قريبه لمنطقه البيضاء وغيرها. لكن هو طبعا هي نحن نحاول قدر المستطاع، لان دورنا الاساسي هو تنسيقي، لان لا توجد معنا اموال ولا توجد عندنا ولا حتى ان يسمحوا لنا احيانا في كثير من الاوراق ان نقوم معاهم بالتنسيق. احيانا لا يشاورون بما يقدمون بالغابات الموجوده، لكن نحن بالنسبه لنا لا نحاول نتحدث عن هذا، لان اي انسان يوصل اي اغاثه للشعب اليمني باي طريقه مفترق فنحن
اعتبرها هذا مكرمة ومساعدة للشعب اليمني للخروج من هذه الأزمة. لكن نحن كحكومة اليمنية ولجنة الغابة نتمنى أن توضع الأمم المتحدة نقاط فوق الحروب وتعرف منهم المرض الحقيقي، وأن مين الحديدة الذي هو تحت سيطرة الحوثيين من حق الحكومة اليمنية السيطرة على جميع موانيها وجميع مطاراتها وجميع أرضها حسب قرار مجلس الأمن. ليس نحن نطالب بالحق الشرعي حسب قرار ما تطلبها الحكومة اليمنية والشعب اليمني المسيطرة على جميع أراضي اليمن، وهي طبعا مسؤولة عن كل فرد في الشعب اليمني من سقطرة إلى صعدة، وصار الانتهاكات اللغاتية إليهم بكل إن شاء الله أريحية، وإن شاء الله تأتي التحرير قريبا ونصل إليهم ونقدر نوصل لجميع المواطنين في الجمهورية اليمنية وتعود الحياة إن شاء الله لليمن بشكل أفضل. طيب أستاذ جمال، يعني أنت تتحدث، يعني أنا كنت سألتك حول مسألة من يتعاون معكم في اللجنة العليا للإغاثة من الخارج من المنظمات الدولية، أنت تقول أن الدور تنسيقي، إذا من هم شركاء هذه اللجنة العليا للإغاثة؟ نحن نعول دائما بالتحالف العربي ومركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي اللي هو دائما جنبا إلى جنب الحكومة اليمنية لإيصال الإغاثات لجميع المناطق في الجمهورية، ومن ضمن حتى المناطق تحت سيطرة الحوثي، فهي تدير عدة مستشفيات موجودة وإرسال الإغاثات إليهم دون أي تحفظ بالرغم من إرسال الصواريخ بالسيرية إلى أراضيهم، ولكن هي في العمل الإنساني بتشتغل إلى جميع المناطق التي تقدر توصل إليها. في مدينة الدريجمي أرسلت الإغاثات زي ما بلغناكم عن طريق البحر لإيصال الإغاثات إلى المناطق اللي تحت سيطرتهم. كذلك الهلال الأحمر الإماراتي أرسل في منطقة حيث بإرسال الإغاثات بالإنزال بالباراشوت عن الطيران، وصول يعني كذلك تحريك عدة بواخر لمنطقة الخوخة لتوسيع الإغاثات الموجودة في جميع النازحين لأقرب منطقة في الخوخة. أنا بنفسي خرجت بتعليمات من رئيس اللجنة للإغاثة وباهتمام من فخامة الرئيس للنزول لهذه المناطق، وقدمنا إن شاء الله تقرير لحالتهم. نحن وصلنا إليهم إغاثات موجودة سواء كان الهيئة الكويتية التي وزعت لجميع النازحين الموجودين في جميع المراكز الإيواء سواء كان في الحديدة أو في الرباط أو في محافظة عدن، أو وصلناها إلى داخل مارب، وجدنا حالتهم موجودة وعملنا لهم الخيام الموجودة وداخل المراكز الصحية وفي سقة المياه، وأنا تحركت من داخل الحي ووجود أكثر من عدة منظمات تريد إدخال المياه للمناطق هذه ولم تسمع لهم الحوثيين ولم تكون متواجدة المنظمات الدولية حتى لتأمين مرورهم. نعم سجل. وتم استشهاد عدة أشخاص منهم. أشكرك إذن أستاذ جمال بالفقيه منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف. إذن أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام مجددا، دكتور محمد حسن مستشار مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية. كنت سألتك دكتور محمد، ليزا جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تقول إن أكثر من 8 ملايين يمني لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، ما هي تحركات الحكومة وما المتوقع أن تقوم به بهذا الخصوص؟ دكتور محمد، دكتور محمد يبدو أن هناك خلل إذن مشاهدينا الكرام. إذن بالتواصل مع دكتور محمد حسن مستشار مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات، تقبلوا تحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة منتج الحلقة، وتحياتي أنا وجيه السمان، في أمان الله.